نعوذ بالله السميع العليم آمين. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر لأكي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم آمين. وبلغ الرسول الكريم آمين. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين آمين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن آمين. وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان آمين. أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف آمين. أو تقديم أو تأكير أو زيادة أو نقصان آمين. أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته آمين. أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد مهذب من كل الإلهام فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من كره مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان آمين. ولا تكتم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونم بهنا قبل المنايا النوم الغفلة والكسلان آمين. أمنا من عذاب القبر آمين. ومن سؤال منكر ونكير آمين. ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا ووجوه والدينا يوم الباس ووجوه موتانا يوم الباس واتق رقابنا ورقاب موتانا من النيران ويمن كتابنا وكتاب موتانا ويسر حسابنا وحساب موتانا وساق ميزاننا وميزان موتانا بالحسنات وثبت أقدامنا وأقدام موتانا على الصراط وأسقنا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آمين. وأكرمنا بلقائك يا ديان Alaka Mangoro, Alaka Yemala,